في تعديل بخصوص فيزا البحرين، كان الأول بنختار نو عشان نعمل تأشيرة الأسرة الزوجة والأولاد، لكن دلوقتي هنختار يس عشان هو أضاف مع البيرميت اللي هو مع الريزيدنس بيرميت الإقامة أور فيزيت فيزا برضو اللي موجودين في دول التعاون الخليجي زيارة، يختار يس. كان الأول اللي معاه إقامة بس دلوقتي، عشان كده الخيار ممكن ايه ما كانش بيظهر معانا في احنا بنعمل التأشيرة. نختار هنا يس وبعدين سعودية عربية جنرال فيزيت وبعدين توريزم وبعدين ايجيبت، ونكتب الرقم ده ونكتب نيكست، نوصل نيكست وبعدين نختار فيزيت فيزا جي سي سي فيزيتور اللي هي بتلون اللي هي بالابيض ديت 1 مانث، نكتب الانتر. هي الوحيدة اللي يعني جي سي سي فيزيتور للزائر، وبعدين بعمل اكسبت، بملى البيانات وبكمل الفيزا عادي خالص. هو كان المشكلة اللي بتترفض بسبب الاختيار اللي هو لازم تكون في البداية جي سي سي فيزيتور اللي هي دي اللي معمولة بالمربع الأبيض دي.